عم حس كأني غريق غريق ببحر اليأس بمكان غير آمن أبدا. بقي لحظة عم واجه العالم، خلينا صادمين، خلينا نحكي عن الحياة، عن أشكال، عن ألوان، عن ألوانها. الكل أشكاله بريئة، مبسوطين بوجودهم من الأب. يمكن ريحتها حتكون صعبة شوي، لكن تحدي في قوة، في قوة جديدة عم تنمو، يعني ما في نزلة عم يطفيها أبدا. لهون في مكان، في مكان حتي ما مني شيء أبدا. بس بسأل حالي إنه يا ترى في حدا عم يحس بهذا العذاب غيري ولا بس؟ Thank you.
يلا نضيف. اطلع منها.